مين في الجيل اللذيذ دوت كده؟ خلاص احنا عارفين بقى حكاياتك مع بركات ومتعب وفلافيو وجيلبرتو والناس دي كلها، مين في الجيل دوت كان ما كانش بيسلم منك؟ من الاخر يعني، مين الجيل ده اللي كان سعد سمير ما بينزلوش من على المسرح؟ لا هو في ناس كانت قريبه على طول زي ما انت بتقول، بنقعد نهزر مع بعض وكده، لكن اكرم لما جه كان على طول زعلان. زعلان. وبعدين اكرم في ميزه حلوه، بيصدق اي حاجه. يعني اكرم بيصدق اي حاجه، فكنت بقعد الف له قصص. ف لا اديني قصه منه. اكرم حبيبي برضو. فاشتغل عليه. اصل انت اديتني قصه العفروطه قبل كده، احكيها دلوقتي. اشتغلت عليها فتره كان حلوه. اكرم على طول واجاي قعد فتره برضو، جاي كان معايا على طول. واكرم فاكرم يعني اي حاجه بقولها له بيصدقها يعني. تمام. يعني انا هو كان في فيديوهات شهيره يعني، ان انا كنت مفهمه ان انا بتكلم هندي وكده، وبعدين بقعد اقول له اي كلام، وبعدين في الاخر قال لي انا حاسس ان انت بتشتم فبطل شتيمه في اخر الكلام يعني. لكن انا اكرم مره دي طولت شويه يعني. انا عايز توريطه في قصه لذيذه كده اللي دمها خفيف دي، انا فاهمها. بس اكيد انت في واحد كده ورطته توريطه حلوه. لا هي مش توريطه، هو انا كنت مفهمه. احنا كنا ماشيين مره جاي معايا التمرين، وكنا ماشيين، وبعدين كان في ممثله معينه، احنا ماشيين على كوبري اكتوبر، وهي في ممثله راكبه عربيه، فممثله يعني كانت معروفه ساعتها. فالمهم ايه، وكانت صغيره في السن. فانا شاورت لها وكده، ويعني شاورنا وبتاع، وبعدين انا فهمته، قلت له بس بقى اكرم خلاص وكده وبتاع. فانا فهمته ان دي خطيبتي اصلا. قلت له ان احنا مخطوبين وكده، وانا مش معرف حد وبتاع، ما تتكلمش في الموضوع ده تاني وكده. فالمهم رحنا النادي، فالمهم هو كل شويه يجي يتكلم معايا، فبيقول لي يعني ما ينفعش، وتمثيل وادوار وبتاع أصلاً. وبعدين انا شفت في فيلم حد مسك ايديها وما ينفعش. قلت له خلاص مسك ايديها يعني. المهم اكرم قعد فتره، انا قعدت فتره مفهمه ان انا فعلا خاطبها وكده، وبعدين قعد فتره هو ابتدى بقى هو يبص لي بصت ان هو متضايق مني. اللي هو انت يعني انت مش زي انت مش شبهنا وبتاع وكده. ما ينفعش. وبعدين قعد جاي بعد يقول لي حرام وما ينفعش وبتاع، وقعد فتره يقول لي كده، وانا رايح وجاي معاه. قلت له الحب اكرم، الحب بحبها مش قادر. قعدت فتره كده لحد ما لما قلت له بقى الحقيقه، وبقول له ان ده بقى لو انا بشتغل ما صدقش. ما صدقش بقى. قال لي لا انت مكسوف مني ومش عايز تقول لي اصلا. فقعد ما صدقش لحد ما الشناوي قال له. بس الشناوي قال له ده بيشتغلك يا لو ما تسمعش الكلام. بصدق الشناوي بس ما صدقكش انت. صدق. بس طبعا ده كله عشان انت شاورت الممثله وهي راكبه عربيه عادي يعني. يعني فاهم هي جت كده في لحظتها يعني. لا بعدين انا بقول له انت هتشاور ده خطيبتي، فاهم اصلا. فصدق. انا بقول له عيبه كده يعني، هو كان هيشاور زيك.